السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الله يرضيك ويسعدك يا مولانا. يا رب وإياك والسامعين والسامعات. الله يكرمك يا مولانا. وإياك. مولانا أنا أسعدكم الله، كنت كلمت حضرتك قبل كده إن أنا كنت أقرأ في العزاءات والمآت وتركتها ابتغاء مرضات الله. ولكن قابلني أخ وقال لي ما الأمر؟ الأمر طالما إن ما فيش شغل متوفر ليك حاليا وهو ده الباب اللي قدامك، الموضوع فيه سعة. قلت لا مش هفعلها إن شاء الله لما أكلم حضرتك. خلاص كن خليك على ما أنت عليه الآن. وربي لن يضيعك، وإذا حفظت الناس القرآن نعم. وتقاضيت أجرا فلا بأس. ما أنا كلمت حضرتك قلت لك أنا حاليا برقي، قلت لي اتقي الله. لا ما الرقي أصلا، الرقي عفوا، أنت ترقي أغلب من ترقيهن النساء. أيوة نعم أنا كلمت حضرتك. مشكلة في النساء هذا الأمر، فأنا حبيت فتنة كبيرة. طب أعمل إيه طيب؟ فتنة كبيرة، حفظ قرآن. وهو الأمر فيه غير مجزم ولنا، والمصاريف كثيرة زي ما أنت كما تعلم يعني، والموضوع يعني الموضوع حاليا مش مدخل من مداخل الشيطان والله، ولا اني بجاهد الله، ولكن انا تكلمت لما الاخ كلمني في الفتوى وقال لي فيها سعه يعني، واخ نحسبه على خير يعني بنجزى عنا خير. خلاص اما انا فاعتذر لك عن الاجابه. شكرا. السلام عليكم. عايز يريد ان يعمل في المآتم يا عبد الله.